اهلا بيكم. النهارده موضوعنا للاطباء وللتمريض، ازاي نقرا الاي بي جي وازاي كمان نحسب الاناين جاب. تابعونا. اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر اخصائي البطنه العامه. الجسم بتاعنا عشان يقوم بوظائفه بشكل طبيعي لازم تكون البي اتش بتاعته اللي هي بتحدد الحامضيه او القلويه بتاعه الدم، لازم تكون البي اتش دي من 7.35 ل 7.45 بالظبط. لو زيادة ولو بسيطة عن كده بتبقى مشكلة كبيرة، لو زيادة أو نقصان ولو 1 من 10%، احنا بنحسب في البي اتش بال1 من 10%، مش بالرقم صحيح، مش نقول 7 أو 5 أو 4، لا ده احنا نقول 7.22، 7.30، 7.35، 7.33 وهكذا. يبقى البي اتش لازم تكون من 7.35 ل 7.45. البي اتش دي اللي بيتحكم فيها حاجتين، يا حاجة ريسبيريشن حاجة تبع التنفس، يا إما حاجة ميتابوليك تبع الجسم والكليه والحاجات دي. الريسبيريشن اللي هو البي سي او 2 اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون، ده غاز حامضي الطبيعي بتاعه من 35 ل 45، فهو غاز حامضي لو زاد في الجسم بيسبب اسيدوزس، هو حامضي فبيسبب اسيدوزس اللي هي حامضيه، لو قل يسبب الكالوزس. لازم نعرف القاعده دي. الناحيه الثانيه الميتابوليك البايكارب، البايكارب ده قلوي او قاعدي، وده الطبيعي بتاعه من 22 ل 28، لو زاد يعمل الكالوزيس قلويه، لو قل يعمل اسيدوزيس او حامضيه. كده دي الخطوط العريضه اللي هنمشي عليها، لازم نكون عارفين الطبيعي، وعشان كده الطبيعي هنسيبه موجود فوق، البي اتش 7.35 ل 7.45، بي سي او 2 من 35 ل 45، البايكارب اللي هو الاتش سي او 3 من 22 ل 28. النسب دي الطبيعيه لازم نكون عارفينها، وهنيجي بعد كده ندي امثله ازاي نقرا الاي بي جي بشكل سريع. يعني مثلا لما نيجي نبص على المثال ده، هنبص على البي اتش، البي اتش لقيناها قليله، قليله دي تبقى اسيدوزس ولا الكالوزس؟ قلنا طالما قلت تبقى اسيدوزس. هنبص بعد كده على البايكارب، البايكارب كده طبيعي ولا عالي ولا واطي؟ البايكارب طبيعي، طالما البايكارب طبيعي يبقى المشكله مش ميتابوليك. طيب امال ايه اللي عمل الاسيدوزس؟ نبص بعد كده على البي سي او 2، السي او 2 ده قلنا ان هو غاز حامضي، فلما نبص عليه هنلاقيه زياده 55 زياده، يبقى هو اللي عامل الاسيدوزس. يبقى الحاله دي لما نيجي نعمل كومنت عليها او تعليق هنقول ان دي حاله ريسبيراتوري اسيدوزس. نيجي بعد كده للمثال الثاني ده، دلوقتي البي اتش دي طبيعي ولا عاليه ولا قليله؟ هنلاقيها عاليه، عاليه تبقى الكالوزس ولا اسيدوزس؟ تبقى الكالوزس. نشوف ايه السبب اللي عامل الكالوزس، نبص كده على البايكارب، البايكارب كده طبيعي ولا عالي؟ كده طبيعي، يبقى مش هو اللي عامل الكالوزس. طيب نبص على السي او 2، البي سي او 2 كده قليل، طب هو غاز حامضي، معنى كده ان هو لما يقل هيعمل الكالوزس، يبقى هو ده السبب دلوقتي اللي عامل الكالوزس، يبقى الحاله دي اسمها ريسبيراتوري الكالوزس. نيجي بقى للمثال ده، دلوقتي البي اتش دي نظامها ايه؟ عاليه ولا واطيه ولا طبيعي؟ قليله واطيه، معنى كده تبقى اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اسيدوزس. طيب البايكارب قليل، يبقى هو اللي عامل اسيدوزس. طيب البي سي او 2 نورمال، يبقى خلاص دي حاله ميتابوليك اسيدوزس. طيب نيجي بقى للمثال ده، دلوقتي البي اتش دي عاليه ولا واطيه ولا طبيعيه؟ البي اتش هنا عاليه، طيب معناها كده ايه؟ الكالوزس. طيب البايكارب عالي، معناه ايه؟ الكالوزس، يبقى هو اللي عامل الكالوزس. طيب السي او 2 نورمال، يبقى خلاص مش مشكله، يبقى هو ده ميتابوليك الكالوزس. طيب نيجي نتكلم بعد كده عن حاجه بقى اسمها الكومبنسيشن. كومبنسيشن ده يعني مثلا لو في واحد عنده ريسبيراتوري اسيدوزس، معنى كده ان غاز ثاني اكسيد الكربون متراكم في جسمه وده غاز حامضي فعامل حموضه في الدم، فالميتابوليك يحاول يصلح، البايكارب يحاول يصلح الحموضه دي، والبايكارب قاعدي فيزيد، يحاول يزوده البايكارب عشان يحاول يصلح الاسيدوزس اللي حصل من الريسبيريشن. ففي الحاله دي الموضوع ده بيبقى اسمه ريسبيراتوري اسيدوزس ويز ميتابوليك كومبنسيشن. الكومبنسيشن ده يا اما يبقى بارشيال، يعني بيحاول يصلح جزء لكن ما بيوصلش للطبيعي، يا اما يبقى كومبليت ويوصل للطبيعي بس ده نادر يعني. طيب عشان ما نتوهش كتير ندي مثال ونشوفه ظروفه ايه بالظبط. مثلا نيجي للمثال ده، نبص على البي اتش هنلاقيها قليله، يبقى ده اسيدوزس. طيب البايكارب قليل، يبقى هو ده السبب اللي عمل الاسيدوزس، يبقى ده اسمه ميتابوليك اسيدوزس. بس كده لا، نبص على البي سي او 2 نلاقيه هو كمان قليل، طب ما احنا قلنا ان هو غاز حامضي، معنى كده انه لما يقل يعمل الكالوزس، الحاله اصلا ميتابوليك اسيدوزس بس الريسبيريشن بيحاول يعمل ايه؟ الكالوزس، يبقى اسمها ميتابوليك اسيدوزس ويز بارشيال ريسبيراتوري كومبنسيشن. طب ليه احنا قلنا بارشيال؟ لان البي اتش
لسه واطيه ما بقتش نورمال، فهو بيحاول يصلح لكن ما قدرش يصلح، فبنسميها بارشيال. فده ميتابوليك اسيدوزيس ويز ريسبيراتوري كومبنسيشن ويز بارشيال ريسبيراتوري كومبنسيشن. مثلا الحاله دي البي اتش هنا قليله ولا عاليه ولا نورمال؟ عاليه، قولوا معانا عاليه. فلما تبقى عاليه تبقى الكالوزيس. طب ايه السبب في الالكالوزيس؟ ابص على البايكارب لقيته عالي، يبقى هو اللي عامل الكالوزيس. طب ابص على البي سي او 2 لقيته هو كمان عالي، يعني بيحاول يعمل شويه اسيدوزيس. الحاله كلها الكالوزيس لكن الاتش السي او 2 بيحاول يعمل شويه اسيدوزيس عشان يظبط البي اتش. يبقى الحاله دي اسمها ميتابوليك الكالوزيس ويز ريسبيراتوري كومبنسيشن ويز بارشيال ريسبيراتوري كومبنسيشن. وزي ما قلنا بارشيال ليه؟ لان البي اتش لسه عاليه ما وصلتش للطبيعي، فمعنى كده انه ما صلحش بشكل كامل. بصوا معايا بقى على المثال ده وقولوا معايا واحنا بنقول، البي اتش هنا عاليه ولا قليله؟ قليله، يبقى اسيدوزيس ولا الكالوزيس؟ اسيدوزيس. طب ابص على البايكارب، البايكارب عالي ولا واطي؟ عالي. طب ده عالي بيعمل الكالوزيس والحاله اسيدوزيس، لا يبقى مش هو السبب. طب ابص على البي سي او 2 الاقي ايه؟ عالي، يبقى الحاله دي ريسبيراتوري اسيدوزيس. امال البايكارب عالي 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 ليه؟ عالي لانه بيحاول يعمل الكالوزيس يصلح شويه، يبقى الحاله دي اسمها ريسبيراتوري اسيدوزيس وسبارشيال ميتابوليك كومبنسيشن. وبرضه بارشيال ليه؟ لان البي اتش لسه اسيدوزيس ما وصلتش للطبيعي. طيب نيجي بقى للمثال ده وقولوا معانا كده، البي اتش هنا قليله ولا عاليه؟ عاليه، تبقى الكالوزيس ولا اسيدوزيس؟ الكالوزيس. طيب البايكارب هنا عالي ولا واطي؟ واطي. طب هو لما يوطى يعمل الكالوزيس؟ لا، ده بيعمل اسيدوزيس، ده هو اصلا قلوي، لما يوطى يعمل اسيدوزيس. طب ابص على البي سي او 2 الاقي ايه؟ واطي. طب ما هو السي او 2 ده حامضي، لما يوطى فعلا هو ده اللي يعمل الكالوزيس، يبقى الحاله دي ريسبيراتوري الكالوزيس. امال البايكارب وطي ليه؟ عشان يحاول يعمل شويه حامضيه، شويه يحاول يظبط الموضوع شويه، يبقى الحاله دي اسمها ريسبيراتوري الكالوزيس ويز بارشيال ميتابوليك كومبنسيشن. طيب نيجي بقى، طب كل اللي فات ده كان بارشيال، امال امتى يبقى كومبليت كومبنسيشن؟ مثلا المثال ده لو جينا بصينا على البي اتش هنا هنلاقيها 7.35. طب ما 7.35 دي نورمال، لكن ابص على البايكارب الاقيه عالي، اجي ابص على البي سي او 2 الاقيه عالي. طيب البي سي او 2 عالي يبقى هو كده اسيدوزيس، والبايكارب عالي عمل شويه الكالوزيس فصلح الاسيدوزيس ده، يبقى معنى كده ان دي حاله ريسبيراتوري اسيدوزيس ويز كومبليت ميتابوليك كومبنسيشن. طيب ليه انا قلت ان دي حاله ريسبيراتوري اسيدوزيس في الاساس مش ميتابوليك الكالوزيس في الاساس؟ لان البي اتش اتصلحت بس ناحيه ايه؟ ناحيه تحت شويه، 7.35 يعني كانت اسيدوزيس وطلعت. لو كانت الكالوزيس كنت هتلاقيها 7.45، 7 مثلا 44، انما هي اصلا ناحيه تحت برضو، مهما كان ناحيه تحت ناحيه الاسيدوزيس. فيبقى كانت المشكله الاساسيه هي البي سي او 2 والبايكارب صلحها وخلى البي اتش 7.35، وده ما بيحصلش كتير، غالبا بيبقى بارشال كومبنسيشن. دلوقتي بقى نتكلم على حاجه اسمها الاناين جاب. الاناين جاب دي يعني ايه؟ يعني في حاجه اسمها اناينز اللي هي السالبه في الجسم، في حاجه مثلا اسمها اللاكتيك اسيد او الكيتون بوديز، دي حاجات مثلا ما بعرفش اقيسها مباشره في الدم، صعب شويه. فبيبقى في معادله معينه بنعملها، بنقول بقى ان يعني لما نيجي نقرا الاي بي جي نقول ان الاي بي جي ده في كذا كذا الكومنت اللي احنا قلناه، يعني مثلا ريسبيراتوري اسيدوزيس ويز ميتابوليك مش عارف كومبنسيشن، ونقول ايه ويز هاي انايون جاب ولا ويز نورمال انايون جاب. بنعمل معادله هنقول لك عليها وبعد كده هنقول نعمل ايه. يعني مثلا الانايون جاب دي المعادله بتاعتها هي ان احنا بنجمع الصوديوم زائد البوتاسيوم، نجمعهم ونطرح منهم الكلورايد زائد البيكارب. الحاجات دي بتبقى موجوده تيستات موجوده معاك عادي، فبتعمل المعادله دي وتشوف الناتج بتاعها كام. الناتج بتاعها لو طلع من 12 ل 18 يبقى ده طبيعي، نقول ويز نورمال انايون جاب. لو طلع عالي عن 18 يبقى اسمه ويز هاي انايون جاب. ده هيفيدك في ايه؟ في حالات معينه مثلا بيبقى معروف مثلا زي حاله دي كي اي، حاله دي كي اي اللي هي غيبوبه السكر العالي، ان بيبقى في ميتابوليك اسيدوزيس مع هاي انايون جاب. فانت بتعمل شغلك عادي، بتقرا الاي بي جي زي ما احنا قلنا، وبعدين تحسب الانايون جاب تلاقيها عاليه فتقول ان ده ويز هاي انايون جاب، فده يسبورت الدايجنوزيس بتاعك، ده بيدعم تشخيصك. في حالات تانية مثلا زي الدايرية اللي هي الإسهال مثلا، ده لو حصل منه أسيدوزيس بيبقى مع نورمال أنايون جاب. هي كل الفكرة إن أنت تقول ويز نورمال أنايون جاب ولا ويز هاي أنايون جاب، والمعادلة تحفظها وتعرف تعملها إزاي. يعني مثلا ده مثال أخير، ده عيان عنده سكر جاي الاستقبال في شبه كوما أو في كوما، فعمل إي بي جي وعمل التستاد، فهنعلق عليه ونحسب الأنايون جاب زي ما هنشوف. زي ما قلنا كل مرة، البي اتش هنا عالية ولا واطية؟ قليلة، يبقى ده أسيدوزيس. البايكارب هنا عالي ولا واطي؟ قليل، يبقى ده ميتابوليك اسيدوزيس، هو السبب اللي عمل اسيدوزيس. البي سي او 2 عالي ولا واطي؟
قليل، يبقى بيحاول يعمل كومبنسيشن بس ما وصلش لدرجة انه يصلح بشكل كامل عشان البي اتش لسه قليلة. فنقول with partial respiratory compensation metabolic acidosis with partial respiratory compensation. طيب نيجي نحسب الانين جاب. دلوقتي الانين جاب قلنا المعادلة صوديوم زائد بوتاسيوم نطرح منهم كلورايد زائد بايكارب، فنعمل المعادلة دي. طلعت المعادلة دي بتساوي 22 زي ما احنا شايفين. جمعنا هنا ال 135 زائد 4 وطرحنا منهم ال 100 زائد 17 فادانا 22. فلما هنيجي نعلق على الحالة دي نقول ان دي حالة ميتابوليك اسيدوزيس وذ بارشال ريسبيراتوري كومبنسيشن وذ هاي انايون جاب. واخيرا ده امتحان، دول حالتين اتنين عايزكم اللي عايز يعرف اجابتهم انا هعمل اجابتهم تحت في الكومنتات، يعني شوف نفسك هتعرف تقرا بقى الاي بي جي ولا مش هتعرف. دي اول حالة ودي تاني حالة. تاني حالة دي انا عايزك تعمل منها كومنت على الاي بي جي، تقول الكومنت بتاعك على الاي بي جي عالي وتحسب لي كمان الانايون جاب والاجابة بتاعتها تحت. وفي النهاية احب اشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك واعمل شير. شكرا لكم.